اخوك هالحين ابوك جزم كامل كامل. اخوي اسمه علي يحيى ومير ينقبنا هو اسمه منير. زين جده منير. انت كامل انت اسمك عبد الله علي. عبد الله علي. علي علي عميره يحيى. يحيى عميره. يحيى ومير. ايوه من اي قبيله؟ من الزراني. من الزراني. ايه. اسم الهجره حقكم؟ بني سعيد. بني سعيد. ايه. وين الموقع بالضبط؟ بين بيت الفقيه وبين وين؟ شرق بيت الفقيه 15 كيلو. شرق بيت الفقيه 15 كيلو. ايه. ما شاء الله. عمانك وش اساميهم؟ عمان امام اي اد حد. عمان الله يرحمهم. بس وش اساميهم؟ ما معهم عيال ولا. ما معهم عيال ولا؟ لا لا مرة. مرة. زين وش اسمها؟ اللهم صل. كم لك في الموقع هذا تشتغل؟ 19 سنة. ايوه. واربع شهور. 19 سنة واربع شهور. ايه. من يوم رحت من هلك؟ من يوم رحت من هلك انت جيت هنا طوالي؟ من يوم رحت لهالحين قد 20 سنة. ايه. انا خايف لي سنة في جدة. لك 20 سنة من يوم رحت من عندهم؟ ايه. زين جامعك احد من جماعتكم هنا في الديرة هذه؟ جمع ناس وراحوا. وراحوا؟ ايه. تعرف اساميهم؟ ايه واحد مثل ما سلطان احمد المرزوقي. ايوه من جماعتكم. ايه من مزبوط. ايه. يلا يسهل امرك ان شاء الله. انا ان شاء الله اوصل صوتك لاهلك ويجونك وان شاء الله ياخذونك وانت غانم سالم وان شاء الله حظك زين ان شاء الله ان الله ان شاء الله انقذك مع عن طريقنا ان شاء الله ان شاء الله. ظلم العمال. كم من عامل يتعب ويعاني ويشتغل فيجد صاحب العمل قد ظلمه وتعدى عليه وبغى واحتال ومكر وكاد وكذب عليه وسار يلف ويدور. اتق الله، تجنب الظلم، تحرر من الظلم، لا تتعدى. أنت في الأشهر الحرم، أنت في أشهر معظمة، أنت في أشهر ذكرت في القرآن ودعيت إلى أن تنتبه لنفسك وإلى أن تحذر.